سيد وليس لي إنسان. من وحي إنجيل المخلع. الله معكم أيها الأحباء. نسمع اليوم صرخة المخلع يا سيد، يلي بتمثل تنهد الإنسان الساقط ويسمى الأنين البشري للإنسان. وبنسأل هون، كيف يتوقف هذا التنهد الإنساني؟ كيف يتوقف هذا الألم؟ قدامنا بالمشهد ثلاث أطراف. أولها الإنسان الآخر، فلقد قالها المخلع بأنه ليس لي إنسان. ثانيها رجال الدين الذين يفترض بهم أن يحملوا حلولاً دينية خلاصية، لكنهم فشلوا ولم ينجحوا، وذلك لتمسكهم الأعمى بالقوانين. أما الطرف الأخير فهو الذي استطاع أن يقول للمخلع احمل سريرك وامشي، فهو الله. بنظرة سريعة اليوم على مجتمعاتنا منشوف أنه الإنسان شريك للآخر بكل نواحي حياته. جيران كثر، وبناية اليوم تضم ما كانت تجمعه قرية بكاملها، ورغم ذلك زادت الوحشة والفرقة بينهم، وتحققت هنا كلمة المخلع يا سيد ليس لي إنسان. أما عن فعل رجال الدين، يكشف الإنجيل على الفور فشل هذا الطرف. نعم، الدين فاشل حين ينقلب حرفاً. لقد توقف رجال الدين اليهود أمام أعجوبة المخلع، فرأوا فيها مخالفة لحرف الناموس، ولم يلحظوا غلبة الحياة على الموت. لقد حولوا الدين إلى مجرد شروحات. أيها الأحباء، ليس الدين نقل معلومات أو فرض واجبات، وإنما هو حل للمعاناة البشرية، وإلا يصبح الدين بالفعل أفيونا للشعوب. وهناك ثالثا فعل الله. قال الله كن فكان، تكلم الله فدبت الحياة عوض الفساد. نعم أيها الأحباء، إن كلمة الله حين تلتقي بالإنسان تبدله وتحوله، وسوف نخوض مع المسيح معركة الحب والنعمة ضد الحجارة المنحوتة، ضد بعض العادات والتقاليد، وسوف ننتظر حلول الروح القدس، وهو سوف يصيرنا أشخاصاً كاملين على مقدار قامة المسيح. آمين.